يكون في علمك يا بنات الاسبوع الجاي ان شاء الله انا طالعه لبنان. لبنان؟ ليه يا ماما؟ من غير ليه اروح بقى؟ ما عندي شغل. بطني. انا ما بمخصش غير لما اسمع انها طالعه لبنان، وتحديدا لما يكون تقول عندها شغل هناك. ليه بقى يا روح ماما؟ ما تكونيش فاكراني كلب لولو هتربطيه جنبك وتقعديه في الفيلا ولا ايه؟ ما تعرف ان انا عندي شغل. لا يا ماما ابتسام عندها حق، انت لما بتسافري لبنان يا اما بترجعي لنا بمصيبه يا اما بترجعي لنا بعريس. تكسر حقك. ايوه يا اختي، واحده تغني والتانيه تلحن. وبعدين ازاي تكلميني بالطريقه دي يا بت؟ اقوم اجيبك من شعرك وامسح بيكي بلاط الفيلا ده؟ اهدي بس يا ماما، تمسحي بيها بلاط فيله ايه؟ ماما اوعي تكوني مسافره تتجوزي للمره الثالثه. بس يا اختي بس، انت كمان افتكري لنا حاجه عدله، حسبتوها عليا جوازه؟ قال الجنازه حاره والميت كلب، وانا لو عاوزه اتجوز هستاذن منك ولا منها براحتي، اعمل اللي انا عاوزاه، انا ما بعملش حاجه غلط. طب يا ماما يعني احنا اكيد كده اكيد اكيد مفيش جواز. اطمني يا اختي وحطي في بطنك بطيخه صيف، مش هتجوز. لو ان صغيره ومطلوبه وعليها الطلب كده بسم الله ما شاء الله، بس لسه ما لقيتش نصيب ابن الحلال. اي دونت هاف تايم. هلو. اهلين اهلين اهلين. نعم يا ستي، لوين رايحه؟ جايه للمعلم ابو سليم. في موعد سابق؟ لا ما حصلش. بس انت خش قول له، قول له فيري بيج بزنس وومن، اكبر معلمه على مستوى العالم كله، المعلمه كايده. لحظه، انطري هون. انطر هون ما انطرش ليه؟ بس هتندم انك وقفتيني بره على الباب كده. مش موجود دلوقتي. مش موجود؟ يعني هون وبيقول منه هون ولا ايه؟ عم قلك مش موجود. على كل نقول له ان انا موجوده هنا في لبنان وعايزه اقابله ضروري 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 ضروري، خمسه ضروري. وادي عنوان الاوتيل، ابقى ادهوله. فوتك بعافيه، الله لا يعطيك العافيه على الخبر من اي الاوتيل عليك. انا اذن. ده ده مسخره، الظاهر انكم عيله مساخير. والله طلعت ابن نكته يا انطون. ميرسي جو. خبرنا نشوف، شو اخبار الشغل مع مصر؟ والله شو، من ساعه ما رجعنا من مصر من ايجيبت والحال هيك هيك، مش ولا بد. ليش هيك؟ مع انه هالايام الحاله الاقتصاديه والاجتماعيه فيها انتعاش، والبيع والشراء كمان حالتهم منيحه. اللي حبيبي؟ هي الصفقه تبع مصر صفقه شو؟ كانت صفقة مستحضرات تجميل، مش كده يا ريس حنفي؟ ايوه مظبوط، بس احنا بنحب نشتغل في التجميل من ضمنها البواريك حتى. بنحب نخلي الناس تشوف الدنيا وردي. برافو. برافو عليك يا حمدان. هتودينا تليفون. الو؟ ايوه ابو سليم. ايوه لا كله تمام. الحمد لله. لا لا كله خير كله خير. ايه 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 بتقول ايه؟ طب دي واحدة. لا لا اتفضلوا اقعدوا انتوا. هو وقف انا وقفت. ايوه ايه مرتك كيداهم هون، اجت عندي على البيت امبارح ما قابلتها، طبعا رح اقابلها واشوف بدها ايش عبكره. ماشي ماشي يا حنفي، ماشي مع السلامه. مع السلامه. شو بك حبيبي؟ وجهك كثير متغير. وجهي متغير كيف يعني؟ يعني وشي بقف فايف؟ كويس انا منيح منيح خالص. لا بس شفناك هيك ملبك، قمت فجأة لبعيد مشان تحكي، ليكون في شيء. لا شيء ولا شويات. انطون انا بس لقيتكم بتتكلموا في موضوع، خفت اعمل دوشة عليكم، قلت لا ابعد بعيد عشان تتكلموا براحتكم.
لا 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 طول عمرك حسيسه كبير. مش كده برضه يا شحته؟ اي ياش كل ما اقول ياش تيجي في تيجي. مش كده برضه يا حمدان؟ طبعا طبعا. كنت بتكلموا في ايه قبل التليفون ما يضرب؟ تدفع وتشتري وبتشيل، بعد ما مت بقيت انا اللي بدفع وبشيل. الله يرحمك ويبشبش التوبه اللي تحت راسك انت ومخفي الاسم والصوت والصوره اللي اسمه شحته الفاتحه على روحه. اعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الف حمد لله على السلامه يا معلم كيداه. انا قهرانه يا ابو سليم، زعلانه 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 زعلانه، خمسه زعلانه في وش العدو. ايه يا راجل، ده ما كانش عيش وملح، كان عيش وزعتر. ليش هيك؟ شو اللي صار؟ قول لي شو اللي ما صار؟ ده انا زعلانه 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 زعلانه، خمسه زعلانه. بقى يا راجل اكلمك من مصر خمس مرات ما تردش عليا؟ ده كلام؟ وبعدين اجي لك لغايه لبنان يطلع لي ثلاث اسوده يقولوا لي منك هون وانت هون؟ كيف هالحكي؟ يا معلمه يوم ما جيتي انا ما كنت بالبيت. اما بالنسبه للتليفون فديري بالك انت كنتي بالسجن. بخاف بصراحه ارد على التليفون يكون مع الجندرمة بمصر او هم اللي بيتصل فيي. حريص قوي يا ابو سليم وبورم. المهم انت ضحكت عليا. كيف؟ لا تقول لي كيف ولا تقول لي شو ولا الصح تدحن بوه. انا ليه في ذمتك 2.5 مليون؟ والله هيدي ما بيصير. صحيح الماس كان بيسوي 5 مليون، بس انا اعطيتك حقك وهيدي خدمه انا سويتها ليكي. يعني ايه يا ابو سليم، انت متاكد من اللي انت بتقوله؟ مليون بالميه. شايف معلمك ايداه ما شحته؟ مالها يا معلم؟ مصغره نفسها، عامله رجيم، دي بقت قصبه من بناتي. ايوه صحيح، ايه اللي عاملاه في نفسها ده؟ انا خايف تهل عقلها وتعملها وتتجوز. يا نهار ابيض. ما هي قادره وتعملها. بس انا مش هسكت، لازم اشوف لي حل معاها. انا بعتقد ان المحامي هو اللي سرق الماس. تفتكر حصل كده؟ ما الى حل تاني، يا اما اتسرق الماس من موظف النيابه. يعني ايه؟ انا مش هعرف مين اللي اداني على قفايا وسكني السكه السودا دي. انا برايي تنسي اللي فات وتفكري في اللي جاي، وكويس انك طلعتي من غير حكم. عايزه تشتغلي في البودره اوكي، عايزه تشتغلي في الماس اوكي، انا تحت امرك. جرايه ابو سليم، ما انت عارف ان انا لسه طالعه من السجن ونمت على البرش لما قلت يا بس، والعين عليا مفتحه قد كده. يا معلمه قوي قلبك. قلبي؟ قلبي ايه؟ قلبك طيب يا ابو سليم. انا قلبي اللي كان في القفص الصدري خلاص وقع في رجليا على كل اللي ضربني على قفايا انا وهو زمن طويل. تشكر يا ابو سليم على الكلام اللي طلعته من تمك. ماشي، انا وراك لما اعرف انت مين. اصطفلي. ايوه ايوه جايه. روم سيرفيس. اتفضل. روم سيرفيس. روم سيرفيس. هلكتنا ما تيلا حط لي عصير. روم سيرفيس. هات. ايوه كيداهم، انا المرحوم حاتم.
أنا في جوزك وبحذرك لو فكرت تتجوز عليا تاني يا كيداهم هجيب رقبتك. لا لا لا، هو في حد بيتجوز على واحد ميت؟ بعدين هو انا بحب قدك يا بابا نادي ازاي؟ ده دي جنازه اخويا. انا كنت بقول لك خمسه ايه؟ خمسه. بحبك 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 بحبك. وهلا هلا 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 يا اختي اسم الله. اديني رقبتك. حالك روم سيرفيس روم سيرفيس روم سيرفيس. ده نهار ابيض، ده انا اموت وادفع نص عمري واشوف المعلمه كيداهم كان شكلها عامل ازاي. اسكت هذا شهده، انا اللي كنت هموت من الضحك وهي مرعوبه ما تعمل كده. بس على فكره معلمي، انت كان في ايدك تقتلها. تموت ولا تروح في داهيه، المهم ما تتجوزش عليا. شو هو مين راح يتجوز يا جوجو؟ لا يا حبيبتي، ده الواد حمدان. انا اللي بقوله لازم تتجوز بقى يا حمدان وتجيب النص التاني، علشان مش معقول تفضل عازب كده. وقلت له ربنا يرزقك بعروسة قمر زي مراتي حبيبتي، حتى مفاعل نووي صغير. ايه معك حق حبيبي، لازم تفكر تتجوز يا حمدان. اه طبعا طبعا لازم افكر في الجواز، ما افضل قاعد كده يعني من غير. مش هينفع، لازم افكر. عقبالك انت كمان. زلت لسان. كابوس ده؟ لا كابوس، لا حلم، استغفر الله العظيم يا رب. وطبعا زي ما شرحت ووضحت لسيادتك قبل كده، وبكده سيد الرئيس حضرات المستشارين، يبقى احنا استوفينا كل الاوراق والمستندات المطلوبه اللي تثبت احقيه موكلتي في تركه المرحوم حنفي البرنس. وفي نهايه مرافعتي اترك الحكم لهيئه المحكمه الموقره، ونحن على ثقه ويقين في حكمها وقضائها العادل. وشكرا سيد الرئيس. حكمت المحكمة بقبول الطعن المقدم من السيدة حلاوتهم السيد جبالة، وتمكينها من مراسلها الشرعي في زوجها المتوفي حنفي محمود البرنس. رفعت جلسة. شاكرين قوي يا استاذ، ربنا ظهر الحق. وعلى راي المثل كل تاخيره وفيها خيره. مش عايز تمشي من المحكمه الا لما اجيب لك صوره رسميه من الحكم تاخديها وتطلع على الفيلا تنفذ طوالي. هنفذ على طول على الفيلا طوالي. يلا انت ناويه بقى على ايه دلوقتي يا حلاوته؟ انا مش عايزه ادخل بغشوميه زي المره اللي فاتت، انا عايزه ادخل وما اخرجش الا لما انتقم من كيداهم، وعايزه اعمل شبكه جوه كده اعرف كل الزخانيق والاسرار وكل حاجه جوه، عشان لما اضرب اضرب ضربتي مظبوط. اضرب وسيطر. ايه الدماغ دي يا ست حلاوتهم؟ ده انت دماغك تتقل بالذهب. تشكر يا ذوق. بس المره دي بقى عايزه ادخلك الفيلا تاني داخله، انما ايه ملوكي. امال امك راجعه امتى يا بنات؟ امك دي اسمها مامتكم. يا مؤاخذة يا بنت الأصول. جاي كمان يومين يا حليمة، كنت عايزة بحاجة ولا إيه؟ لا والله السؤال جه على بالي بس. هي كيداهم سافرت لبنان ليه يا بنات؟ تصدقي يا عمته ولا نعرف لحد دلوقتي. قلت شنقة يقطع حاجة عشان تعرفوا بس إن السفرية دي مريبة. وإيه المريب فيها يعني؟ الست لسه خارجة من السجن وتعبانة ونفسيتها متدمرة، وقضت يومين أسود من القرن الخروف في السجن. إيه المشكلة يعني لما تهوي على نفسها وتسافر كده تشملها هوا لبنان؟ ده حتى هوا لبنان حلو يشرح القلب. الله، بس كانت خدتنا معاها، ده الحلويات هناك فظيعه. ده الشويه اللي جابتهم لي امينه خلصتهم في ساعه. انت ايه، ما جالكيش تخمه يا بنت؟ انت خيالك ده ما بيشتغلش غير في الاكل وبس. يا عمته هاتي طعميه قدامك من قدامك عشان مش طايقاها. استنى يا جماعه استنى، في صوت سامعينه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ الصوت ده بجد يا بنات؟ قوموا نشوف ايه بسرعه. قوم 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 بس يابا اجري. Thank you.
قلت ايه اللي رجعك هنا تاني؟ معايا حكم من المحكمة، شريكة في كل حاجة، في الفيلا والبتاع ده اللي اسمه الجيم، كل حاجة بقى بحكم المحكمة. ايه رأيك؟ تعالى هنا بص عليك. ايه يا حليمو؟ يا اخويا دي لمت علينا سجن النسا كله. اكبر وسيطر. اهلا وسهلا، ايه الاخبار؟ اخبار ازاي سيبت يا ميدو؟ طب اتفضلي اقعدي واهدي واستريحي، اتفضلي. اتفضل ايه ونيلة ايه؟ ده انا دمي محروق. ليه خير؟ كنت مسافر لبنان كام يوم، عندي شغل، رجعت لقيت الولية ام 44 ام صحلول قاعدة ومربعة في قلب الفيلا. حلاوتهم؟ وفي غيرها المخفية دي بتقول لك انا خدت حكم محكمة. حكم محكمة ايه ده اللي خدته؟ جابت منين اللسيمة؟ ده انا الموظف بتاع السجل المدني متابع معاه على طول ومطمنا على الاخر. هي دي اخفى عليها حاجه؟ دي بتلاعبني ألاعيب شيحه، دي وليه تفهم في الكفر. الله، دي الست دي طلعت نمره بصحيح. وانهي نمره يا متر؟ دي نمره 13 لانها شغل، عشان كده جيت لك اجري عشان تشوف لي حل مع المخفيه دي. يعني انت دلوقتي مش عايزه تتفاهمي معاها ودي؟ اتفاهم مع مين يا عم الحاج؟ ده انا اتفاهم مع عزرائيل وما اقدرش اتفاهم مع الوليه دي، ده على طول ماسكه السلاح الابيض، عامله زي العمل الراضي. خلاص توكلنا على الله. اشتغل لها في الازرق. احبك وانت شغال في الازرق. المهم اننا نعرف عنها كل حاجه علشان نعرف نضربها. يعني ايه يا متر؟ يعني عشان تضرب عدوك في مقتل لازم تعرف عنه كل حاجه، خصوصا نقط ضعفه. هي ست دي ما عندهاش ولاد؟ انا شرفني عندها ولا ما عندهاش؟ اه بالحق، انا افتكرت كان زمان قوي حنفي قال لي ان عندها عيل، بس ما اعرفش اذا كان عايش ولا ميت. الكلام ده بقى لو صحيح معنى كده ان زمانه دلوقتي بقى راجل. ما انا معرفش، المخفيه دي ما جابتش سيرته خالص. ليه؟ احنا لازم نعرف عنها كل حاجه علشان نعرف نلعبها صح. عندك حق يا متر. على العموم كل واحد فينا يدور من ناحيته وبعدين نبقى نشوف. المهم انا عايزك تسيسيها اليومين دول علشان تدينا الامان. امان ايه يا متر؟ ده كده هتضغط على مراوحي وممكن اعصابي تبوظ، وكده اعصابي ممكن تدوطر، بس هحاول. ايوه يا بابا، ازيك يا حبيبي؟ وحشتني قوي. احنا الحمد لله كويسين. اسكت يا بابا، مش حلاوتهم رجعت الفيلا تاني؟ خدت حكم محكمه ورجعت. ماما ازاي يعني؟ مش فاهم. لا انسى، مين دي اللي تتجوز ولا في دماغها؟ في دماغها حلاوتهم، ازاي تخلص عليها وبس. بابا بقى طمني عليكم، متقطعش المكالمات كده كتير، وخلي بالك من نفسك يا حبيبي. لا إله إلا الله. أمينة. ماما
بتكلم مين يا بنت؟ يا ماما ده واحد زميلي في الشغل. زميلك ايه ده اللي انت عماله بتستحبي وتتوشوشي وتتكلمي بشويش؟ ما هو يا ماما بصراحه يعني الست اللي اسمها حلاوتهم دي كل ما اجي اتكلم في التليفون الاقيها بتتصنت وراميه ودني. قطط قطط سيرتها هي رامية ودانها بس دي راميه حياتها كلها علينا بسكاكينها والبطاقه بتاعتها. ادي ما جايب ابوك الله يرحمه يبشبش الطوبه اللي تحت راسه. الله يرحمه بقى يا ماما اذكروا محاسب موتاكم. بس انا مش هرتاح بقى ولا ينالي بال الا لما اطرد العقربه دي بره البيت واشوف انا ولا هي. ايوه ادخل. خير يا ست الكل؟ في حاجه؟ لا خير ولا زفت. بقولك يا بت انا عايزاك ترجعي تراقبي الوليه اللي ما تسمى اللي ربنا ياخدها ان شاء الله من عنده قادر يا كريم اللي اسمها حلاوته. ليه يا معلمه؟ هو حصل حاجه؟ ايوه يا اختي حصل. هعمل ايه باختي المنيل؟ قال ايه اللي ما تسمى خدت حكم محكمه ورجعت تاني قعدت لي في الفيلا ومربعه زي قرد قطع. طب انا ايه المطلوب مني يا معلمه؟ المطلوب منك تفتحي مخك معايا، خلي خلقك استرتش، بلاش تكنزيه مع امي، فتحي مخك، شوفي بتروح فين، بتيجي منين، عندها اهل، عندها قرايب، فطميني، عماله تتلون زي الحياه كل شويه بلون، مش عارفه امسك لها ملكه، لا عارفه حوا ولا لوى معاها. حاضر حاضر يا معلمه، ربنا يسهل، بالاذن انا بقى. اذنك معاكي يا اختي. هاي حنفي طمني، ايه الاخبار؟ كله تمام يا شريف باشا. طلبت من ابو سليم انه يقعدني مع مروان شيبوب. تمام، كان رد فعله ايه؟ وعدني انه هيرتب لي الميعاد ده. حلو قوي، خلي بالك يا حنفي، اوعى تلح عشان ابو سليم ما يشكش في حاجه. طمن يا باشا طمن، انا مش هجيب سيره على الموضوع ده تاني لغايه هو ما يفتح لي فيه. تمام قوي. عارف ايه ده؟ مش حلاقه جديد؟ لا طبعا، ده ميموري كارد عليه كل صور الحفله بتاعت مروان شيبوب وكل الناس اللي كانوا حاضرين فيها. في ده؟ دي هي دي الحفله اللي شفت فيها بنتك. يا نهار ابيض، ده انتوا ما بيخفاش عليكوا حاجه ابدا. طبعا يا حنف، عشان تعرف انك مش لوحدك واننا كلنا دايما جنبك. ربنا يستر يا بيه. اي اوامر تانية يا شيف باشا؟ لا يا حنف، كده تمام قوي. امشي انت وانا همشي بعدك بخمس دقائق. خمس دقائق، حاضر يا فندم. السلام عليكم. ايه يا حنفي ما مشيتش ليه؟ ما هو لسه الخمس دقايق يا باشا. يا حنفي انا اللي همشي بعد خمس دقايق. امشي. على ساعتك ولا على ساعتي؟ امشي امشي. صباح الفل يا حماتي. اهلا صباح القشطه يا حليم، اقعد يا ابو عبد الرحمن. خير؟ جاي ليه وعاوز ايه؟ والله انا كنت محتاج قرشين كده. قرشين؟ بتوع ايه دول من القرشين؟ جرايه معلمه، انت نسيتي ولا ايه؟ معلش يا اخويا الزهايمر، السن بقى الواحد بيهنك. ماشي، قلنا لك ان احنا بنطور في الجيم وبعتنا نجيب اجهزه جديده وهنجيب اوضه ساونا من اليابان. وايه لازمتها الساونا بتاعت اليابان دي؟ ماله حمام التلات بيشتكي من ايه؟ ولا هي مصاريف عماله على بطال وخلاص؟ انت كده بتغيري كلامك يا معلمه. هو ايه اللي بغير كلامي؟ انت اللي بتاكله بقته محلوله. سبق وقلت لك الكلام ده وقلت لي وماله يا حليم، ما هو بيصب عندي وعندك. يصب ايه ويشرب ايه؟ ما بلاش النخعه الكدابه بتاعتك دي. اسمعيني بس، كل ما الليم هتدفعيه هيرجع لك الطقطق ايه. وعلى راي المثل البحر يحب الزياده. والفاضي حط في المليان، واطبخ يا جاريه كلف يا سيدي، خدني في 10 بلدي كده. المهم انت عاوز كام؟ 2 جنيه؟ 2 مليون يا حاجه. 2 مليون جنيه ايه يا حاج؟ مصري ولا 2 مليون من اللي بيطيروا الاخضر ده اللي ليه جناحين؟ الله بشوقك اللي تشوفيه. اللي اشوفه انك تديني يومين ادبر لك المبلغ. طب وماله؟ ما يجراش، استاذن انا. بالسلامه بالسلامه يا جوز بنتي. لا بقى، ده جاي ينتقم لابوه ولامه ولاخته وفيا. خلاص يا كيداو، عشان ما بقاش ليكي راجل تسندي عليه. الله يرحمك يا حنفي، ما عرفتش قيمتك الا بعد ما موت. فعلا دل راجل ولا دل حيطه. لا بقى، ده انا لازم اعمل عزوه لنفسي زي المخفي اللي اسمه حليم، واللي مخفي الاسم والصوت والصوره اللي اسمه الشحطه الله يرحمه يبشبش الطوبه اللي تحت راسه، كانوا تحت جناحاتي وشايلين همي. انا كده اتقطعت مره واحده؟ لا،
انا لازم اتصرف. خلاص رستقت نفسي في المحل وبقيت عند كريمه فرخه بكشك. هو ده، عايزاك تركز عليها قوي، رستة قوي قوي قوي، وركز على البنت التخينه دي. ايوه بس ايه اللي هيخلي واحده زي كريمه دي تبص لي انا؟ يخرب بيتك، امال انا جايباك ليه يا واد؟ البنت دي مش زي اخواتها، ما ببصش لفوق زيهم، وبعدين انت مش معاك دبلون. معايا دبلون فن صناعي. خلاص البنت دي بقى ما تلاقيش معاها الاعداديه ولا حاجه، انا عايزاك بقى ترسم عليها الرسم التقيل، الرسم اللي هو حسسها بامانتك بشهامتك. خدها بره، اعزمها عزومتين، اكلها اكل سمين، حاكم البنت دي تحب الاكل قوي، ما بتفكرش الا ببطنها. ربنا يسهل. ها الاخبار؟ احكي لي احكي لي قولي لي. الرئيس حليم اليومين دول مشدد قوي في الجيم. ليه بقى؟ ما هو بعت يجيب حاجات جديده ومدربين جداد، طبعا كيده مش عاجبها اللي بيحصل. طبعا دول كده بيكرهوا بعض، دول ما بيطيقوش بعض. ها حليم يطيق العمى وما يبصش في وشها. حتى صافي اخت الله يرحمها كانت بتكرهها قوي. انا بقى عندي حاجه بقى في ايدي دي ماسكاها على الوليه كيداهم، لو عرفها حليمه هيطيرها من الدنيا خالص، هينسفها نسف بجد. استحلاوتهم يا ريت خليه يخلص عليها ونرتاح منها بقى. اسمع من بقك ربنا. بصي بقى يا سناء، انا عايزه منك حاجه، عايزاكي تركزي ودانك كده معايا وتسمعي اللي هقولك عليه ده. عايزاكي تراقبيلي الوليه كيداهم دي كويس قوي، ما تخليهاش تروح منك كده ولا كده، عينك عليها. وشوفي لي بقى ميعاد اشوف فيه حليمه في الجيم، بس ما تكونش الوليه موجوده هناك ولا البنت بنتها ابتسام. ماشي الكلام؟ ماشي الكلام، دي سهله قوي. لان في ايام الرئيس حليمه بيفضل قاعد وكيداهم بتاخد ابتسام وبيروح. لو حصل ده اليومين الجايين هتلاقيني بكلمك على طول، اول ما كيداهم وابتسام يمشوا اقول لك حليمه لوحده يلا تعالي يا معلم. المعلمة كيداهم، المعلم سلامة مركيز موجود؟ كلمة سر الليل. عندك حق، دي واحدة كلمة السر. كراسي راسي من غير مراسي. لا لا غلط، اتغيرت. يعني ايه اتغيرت؟ من ما عنديش غير هي دي. بقول لك اتغيرت. الله، ما يبقاش خلقك كنس كده، ما تخليش استرتش شوية وتاخد وتدي معايا في الكلام. الله، ما انت شفتني قبل كده وانا قاعدة مع المعلم سلامة مركيز. ما اعرفكيش. الله، ايه موضوع ما تعرفنيش دي؟ بقولك ايه، انا في كلمه السر ما اعرفش ابويا، روحي للي بعتك واعرفي كلمه سر الليل الجديده وبعدين تعالي عشان افتحلك. الله يقفلها بخلقتك، خرب بيت ابوك مطرح ما قاعد. انا الغلطانه، كان لازم اروح لفتحيه اخد منك كلمه السر الجديده. يلا بقى بدل ما تب المشوار يلا. ها ايه ده يوسف؟ على فين يا ست الكل؟ انا رايح البيت. انا عايز اخياري ما بين الشنطه اللي في ايدك وما بين عمري، تختاري ايه؟ لا اختار عمري طبعا، وادي الشنطه اهي. يا سلام، عاله كامله وصحيه، انا احب الناس اللي زيك كده يعني. بالاذن يا حلاوه. حلاوه الحقوني على السلام. ايه ده؟ امال فين الفلوس؟ هو ده اللي لقيناه، الظاهر كده انها ما اتفقتش مع التاجر ست حلاوته. الله، واحنا هنعرف ازاي اذا كان ده فالصو ولا مش فالصو؟ عليكي وعلى فتحيه كريستال. مين فتحيه كريستال دي؟ دي كانت معايا في السجن يا سعيد، انما ايه؟ كل تجار الماس تعرفهم. خد يا ابني. خد. اتعبك انت وهو. شكرينا ست حلاوته، واحنا في الخدمه دايما، وفي اي وقت تعوزينا فيه المعلم سعيد الميت هيعرف يجيبنا. هكذا تشكروا رجاله. بالاذن احنا بقى، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لك ايه يا سعيد، انا مش حراميه، انا برجع حقي. 8 سنين عمري اللي ضاعوا هدر في السجن بدل كيداهم. ولا احنا كمان حراميه سبتهم، لولا متاكد مليون الميه انك بترجعي حقك ما كنتش شارك ابدا في العمليه دي. المهم دلوقتي يا اختي عليكي وعلى فتحيه كريستال بسرعه، والالماس ده لازم تشيليه في حته امان. عندك حق يا عليا، انا لازم اروح لفتحيه السجن في اقرب وقت. هي فتحيه الكلب بقى ده مغرس تعملي فيها يا بت؟ انت مش عارفه انك بتتعاملي مع المعلمه كيداهم، انت اديه لما تسمي.
حصل ايه بس يا معلمه كليده ومكفله الشر؟ نعم قولي ايه اللي ما حصلش؟ بعتلي الشيخ منصر يهب مني شويه الالماز اللي اتسجنت واتمرمطت بسببهم جرايات العادي. ايه وقع بفخ العصافير؟ لا مستحيل، المعلم سلامه مركيز ده راجل شريف وانا اضمنه برقبتي ولا يمكن يخون ولاد كارو ابدا. اهدي بس كده وقولي لي ايه اللي حصل يا معلمه. تقاطع راسك على راسه في ساعه واحده، اروح اقول له راسي راسي من غير ما راسي يقول لي كلمه السر اتغيرت؟ يا معلمه كيداهم، انت رحت له بالليل ولا بالنهار؟ ودي هتفرق في ايه يا بت؟ يا معلمه كيداهم، اصل كلمه السر بتاعت بالنهار غير كلمه السر بتاعت بالليل. طب ما المره اللي فاتت يا دلعاد رحت له بالليل، ايه اللي حصل بقى؟ يعني مثلا الشهر اللي فات كانت ايه؟ كانت اللاده يا عزال اللاده بحبه وغلاوته زياده. نعم ده دخل على العدويه بقى ليه؟ كنت داخله حاره العوالم ولا داخله حاره العوالم للمخفي ده؟ وبعدين طلع عليا شويه بلطجيه ولهفوا مني شويه الالماس. لا ده حركه ما تعملش مع المعلمه كيداهم يا حبيبتي. لا يمكن يا معلمه كيداهم، دول اكيد ناس كانوا قاطرينك. وبعدين هو كان عارف انك رايحه؟ لا ما يعرفش ان انا رايحه من المفرومه ده. يبقى هيبعت لك ناس يسرقوك ازاي؟ طب ايه رايك بقى ان انا شم ريحه حلاوتهم في الموضوع ده؟ حلاوتهم؟